عليكم، ازيكم يا جماعه؟ كل سنه طيبين. انت بصحه وسلامه يا حبيبتي قلبي يا ناس، الله يخليك. طيب النهارده هنعمل مكرونه محمره. انا بقى هوريهم ازاي احمر المكرونه. ما تحوريش بدل ما مش هصورك خالص النهارده. ركز معايا يا ابني. اول حاجه نرحب بالاستاذ ابويا رضا، هو واقف وراك. ترارار، انا سهلا. هات مكرونه محمره، حط شويه زيت يا حاجه علشان رضا يتغدى. هنزل المكرونه، حط ركزي. لو نحمر المكرونه اهو، بعد ما نجهز الوجبات هقول لكم خدنا قد ايه مكرونه بالظبط، ونعمل جنبها كبده. حط كوس كمان محمره بقى زي ما حمرنا دي. بصوا بقى دي طالعة اللبن اللي محمراها، ايدي تتلفف حاليا يا رجاله. ماشي، نحمر بقى. بعد ما نحمر اللسانات يا محبوب بقى، الفلفل اقطعه وانا قاعده، ونجهز بقى ايه الكبده. نحمر المكرونه كلها الاول، وبعد ما نحمرها نشوف بعد كده هنعمل ايه. صباح الفل حبايب قلبي. طبعا هنقلب المكرونه، يبقى حاجه حلاجه فخر من الاخر. بس يعني طبعا صدفه فضلت تتريق علينا في المكرونه لغايه لما ايه جبناها من قفاها. اصل اللي بيضايقنا هنجيبه من قفاها، من قفا امه كده، رحت جايبها من قفاها ومشيها. نزلوا البرتقانه في خلقته وتعورت على طول كده من قفاها. ما يجيش مش مسامحاك. قلت تقول لي مكرونه، قلت لها انطري وانا موريكي الشغل عامل ازاي. واحد كلامه مش بتشتغل خلاص. نص نص يا محمد، نص بس كفايه كده. هتحمره تاني؟ لا لا كفايه كده خالص. يلا بقى ايه، نسوي المكرونه. نسوي المكرونه دلوقتي على طول. احنا بس ايه، طماطم، عندنا طماطم اهي في الفريزر بقليها غلو عشان نزود منها على المكرونه. نبقى يا جماعه بقول لهم رايكم في الطبخة تاني يوم ايه، عشان بيوجعوا دماغي كل شوية ناكل ايه ناكل ايه. مكرونة بالكبدة فكرتي، كبدة بالردة فكرتي، فكرتي برضو الفلفل والمنديل فكرتي، فكرتي برضو الفلفل والمنديل، البرتقان فكرتي كده يعني. طب بعد اذنكم يعني شاركونا، عايزين شاركونا. كل عنب ولا رمان، اصفر، البرتقال اخضر، البرتقال احمر، البرتقال اصفر، مع اصفر، مع اشفر، فيتامين سي، البرتقال. خدوا فيتامين سي، قول لهم بيبي يعلموا صحتهم ازاي. تعلم يا ابني من الخبره. طب افرض بقى انا عايزه مفروم، يعني شيل القشره اللي هي مفروم.
ممكن. مش زي ده بقى. تقعد عليها قبل ما تقشر على الرف. محمود فض الكاتل وهات ميه غير. ريشة ويا ريشة وكمان الجناح. شوحهم بس كده 5 دقايق بالظبط مع البصل، وبعد كده نحط بقى ايه الميه بتاعتنا. انا عمري ما اكلتها ببصل. لا انا اكلتها كده مره ببصل ولا في حياتي. ايه ده؟ دي جميله. جميله مين؟ جميله بحريه الله يرحمها، كانت ابتدائيه جزائريه الله يرحمها، افتكرها الرحمه. هو المصفق الواد ده طالع لابوه. ايه يا جماعه جميله بحريه؟ سبحان الله، زي ما يكون السيره جت النهارده عشان الناس كلها تترحم عليها. ادعوا ادعوا الجميله بحريه يا جماعه. قولها يا جماعه الرحمه. كانت مناضله. شوية كمون وشوية فلفل. يلا بيا لافا لافا خلاص خلاص خلاص. بسم الله. انت محمود ومالك بتغلي. الكاتل الثاني. ما تجيب الكوز ده. لما انا بحطه بالكبسه زي الحراميه كده. دول بقى ايه؟ يوصل للحله الثانيه في القطه كده. حلوه بالقوطه برضه. ايه؟ هات يا محمود الميه. بتنزل فيها كده ليه؟ اتعلم؟ انت الاستاذ. جميل. كفايه يا محمود كفايه. معلش يا محمود هات بق كمان عشان ما تبقاش ناشفه. لا وترمي السمنه في بلدي عشان نحطه بس كفايه عشان نحطه حته على الوش بعد ما تستوي كده. ودي حته سمنه بلدي في الالوان. اه يلا سيبها تستوي. عملت الماتور دي؟ لا. اه ده كمان الكبير ده عشان تبقى ايه. بس حته السمنه البلدي دي سيبها تستوي براحتها بقى. نجهز الحلة التانية. زوجي يا جماعة تدعوا النهاردة الناس اللي ماتت في قطر توخ، وربنا يشفي الناس اللي اتصابت. بسم الله. وربنا ياخد ولاد الحرام. يا رب. الكذابين. ربنا ياخد ولاد الحرام اقسم بالله. الكذابين المنافقين. الصايمين.
اللي هيتسجنوا قريب. قولي يا رب. نغني ونرد على بعض. تعالى امسك لنا الطبله، اجيب لك طبله صغيره على قد ايديك. استنى طبق صغير هطبل عليه، هطبل على الكبير. يلا العجله وشبكها، اول ما دخل دخل على الاوضه لفتها الموضه واتكل على الله، اتكل على الله. شيلها الكباب واتاكل على الله، واتاكل على الله. شطة على قوطة متغزلي، وانتي يا منقوطة متغزلي. شطة على قوطة متغزلي، وانتي يا منقوطة متغزلي. تعال امسك لك الطبق الصغير طبل عليه. تعالى بس. ليه يا عم اللي بيغني بيتجنن؟ المية الحمرا. الله الله الله، صلوا على رسول الله. حط يا ابني، حط يا حبيبي. عايز واحد كمان صح؟ أما في الطبق الأزرق هنا مش هخليها. استنى استنى معايا عشان ما تبقاش المية بالزيادة. حط يا ريس. استنى معايا. حط حبة كمان، حبة صغيرة. بس كده خلاص، شكرا. حطوه يا محمد، حطوه ما تقفش جنبي. نغطيها بقى ونسيبها تستوي لحد ما اقطع الفلفل بتاع الكوب ده. فكرتني يا ريس. ده طعم حلو. ابص هنا ولا ابص هنا؟ ولا هنا ولا هنا. بجد؟ لا ده هنا، بص هنا. ده هنا، ده واقف، ده بقى عطلان ده. خلاص بقى نغطيها ونسيبها تستوي. بسم الله. الله عليك يا عم الوخ. شايفة مكرونة وجمالها، مش اللي انت كنت عاملاها من اسبوع كانت شبهك. عملتها في المستشفى وانا لا ده فعلا. كانت شبهك. شبه وشك. كانت مكرونة مخدرة. نزلها يلا عشان نعمل الكبدة. يا ولد بسم الله. بوجه شكر لشركة فريش على البوتاجاز المتين. بسم الله ما شاء الله. نعمل بقى الايه؟ الكبدة. حلة حط فيها زيت. زيت كتير لان بسم الله ما شاء الله الكبده كتير. تقريبا 7 كيلو يا محمد ولا كام؟ كبده 7 كيلو. طبعا هو مش عارف كام جرام كده، بس 7 الكبده هيفيد منها لاننا عاملين طبق زياده ناخده لينا. طب احنا نحط في اي طبق، الموتشار ولا دي؟ لا الموتشار. السيلفر ولا العاديه؟ السيلفر. السيلفر العاديه؟ هات الكبده السخنه. نعم؟ ان شاء الله تحط في حلل. تشيل شوية أكتر. زيت عشان تشيل اكتر. تشيل شوية زيت يا جماعة. يا جماعة الخير.
قول بسم الله. ادي الثوم وادي الفلفل اهو حلو قوي كده، وادي فلفل اسود وطبعا بطلعني فلفل اسود طبعا كبير فوق وفتلح كمون وكزبرة نقلبهم بقى فيها كويس قوي، نحط الملح كمان بالمره ونسيبهم بالظبط اقل من 5 دقايق بعد كده تبقى الكبده استوت. حلو قوي كده اخواتي خلاص نبدا. بس كده نلبسنا محمود. لا يا محمود زود المكرونه كتير. زود سخن مولع. حط طبق تحت ايدك واغرب بالمعلقه. بص المكرونه حلوه ازاي ما شاء الله. هو الكهرباء يا لما اللي واقف ولاك ده اهو. بص اهو ايوه كده. بس زود يا محمود زود. بصوا ما شاء الله بيحط الكبدة اهي ما شاء الله. احنا كنا عاملين 7 كيلو مكرونة فاض منهم، فبعد كده اللي عايز يعمل يعمل 6 يا محمود. 6 كيلو يعملوك 50 وجبة مرتاحين تمام؟ نعمله 55 خمسة يعني بالظبط في الحدود دي. ما تحطش عليه؟ ما تحطش عليه؟ ماشي. 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 ضربت بنار ما تهدى. مش عارف كده ولا نجيب لك برتقانة؟ لا ما عايز برتقانة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله خلصنا اهو. محمود بس بيحط المعالق. دي مكرونه وفيها كبده اهي. بالصلاه على النبي كده خلصنا. دول يا جماعه 7 كيلو كبده عملوا لنا 57 طبق. يعني لو هتعملي 50 هيبقى لك كده حبه تاكلهم انت والعيال. و6 كيلو مكرونه برضو عملوا 57 طبق اهم. شايفين بالصلاه على النبي. عشان الناس بس عايز تعرف المقادير، لو هتعملي 50 طبق هاتي 6 كيلو مكرونه كفايه. حلو؟ واعملي 6 كيلو و6 كيلو كبده زيهم. وتحطي عليهم 1.5 كيلو فلفل والدنيا تبقى تمام معاكي وزي الفل. والفلفل مش كتير اهو فيها. اه. بالصلاه على النبي. مع كام راس توم كده وحاجه كده اخر منجها. يلا احنا كده خلصنا يا جماعه. محمود بس هيغلي في الطباق. يا محيا سيد خلط المعلقة من الطبق كده عشان ما تتفتحش وهم خارجين. بوز المعلقة وقفل الطبق عدل. بوز المعلقة من الطبق كده عشان خاطر ايه تبقى داخلة جوه المعلقة من الطبق مرتاحة وما تتفتحش وهم نازلين بيها.